السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. معنا الأخت فاطمة من الرباط. أخت فاطمة السلام عليكم. عليكم السلام سيدي، كيداير لاباس؟ شفا بخير، لاباس عليك؟ عليك الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك. صحك مبروكة سيدي، الله ينورك كتنورنا الله. أمين رب العالمين، بارك الله فيك. بعدك إن شاء الله. إن شاء الله الرحمن الرحيم، مرحبا. عندي واحد جوج الأسئلة لهذاك. مرحبا. واحد البنت عندها دابا ملي مات باها هاد السيد نيت كتمشي للقبر عنده كتبقى تعاود 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 ليك داكشي اللي كيوقع في الفقات وتعاود تعاود ليه، قالت لك لا راه كيسمعني. آه نعم. هذا هو السيد اللي قلت لك راه كما كان ما كيصليش وكيقول لهم راه ولادي صلوا عليا، هو هذا السيد اللي مات. مسكين مات، كيفاش هو ما كيصليش وقال لهم من الموت؟ ايوا كان قال لهم راه ولادي صلوا عليا، انا ما كنصليش راه ولادي صلوا عليا. مسكين ما شاء الله. سولتك وقلت لي راه هذا الشيء ما كاينش. نعم. وهذا الشيء اللي يعني استاذ الله يعطيك السلامة. يا ربي امين بارك الله فيك. امين مرحبا الله هاوتي. جاوبني انا رانا غير مصيه وبدابا ان شاء الله. سولي الاستاذ سولي الاستاذ الله يعطيك الله هاوتي مرحبا. الدار ويعطيك الصحة. يا ربي امين بارك الله فيك. نعم. الله يعاونك. شكرا شكرا لك. المستقبل كان مكالمات الله يعطيك. اياه استاذ صابر ان شاء الله، شكرا بارك الله فيك. فاطمة من الرباط. نعم. مرحبا. اما قلتي بان البنت تمشي يعني وتتهضر مع باها، على كل حال خليها ماشي مشكل، كي الانسان ربما تيفرغ هذاك الشيء اللي في القلب ديالو. واش تيسمع ولا ما تيسمع؟ كاين كثير من العلماء منهم الجمهور العلماء ذهبوا الى سماع الميت كلام زائره، يعني هذا كثير من العلماء قالوا بانه تيسمع من تيزور الانسان. نعم. ورجح مذهب الجمهور يعني الامام ابن كثير والسيوطي رحمه الله او رحمهم الله. واما ما يحدث الميت من احتضار حتى يدفن وماذا يرى وماذا يحس، هذا من الامور الغيبيه وقد تختلف بحسب حال الاشخاص. نعم. فالانسان ملي تيموت ما نعرفوش شنو تيشوف، ربما يرى بعضهم الملائكه ربما يرى، فهذا الانسان على كل حال الله تعالى اعلم بحاله. وقالوا يعني العلماء يعني ما دام الانسان كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم انه تيسمع قرع النعال ديال الناس ملي تيدفنوه، فمن باب اولى انه يسمع الكلام. نعم. اذا قلت بقى عنده واحد العلاقه بينه وبين العالم الخارجي اللي هو عالم ديال الدنيا وتمشي عالم اخر. قد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الميت انه لا يسمع خفق نعالهم اذا انصرفوا. نعم. وكذلك حديث خطاب النبي عليه الصلاه والسلام قتل بدر من المشركين بعد ان تركهم ثلاثه ايام. يا ابا جهلين، يا ابا يا اميه بن خلاف، فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله كيف يسمع وانى يجيب؟ فقال والذي نفسي بيدي ما انت باسمع لما اقول منهم ولكنهم لا يقدرون ان يجيبوا، الى اخر حديث النبي عليه الصلاه والسلام. ثم استدلوا كذلك بحديث الصحيحين يعني كان يامر النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام على اهل القبور فيقول قولوا السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال العلماء فهذا خطاب لهم وإنما يخاطب من يسمع إلى غير ذلك. فإذا ما يمكنش نخاطبوا شي واحد ما تسمع شيء، فما دام تسمعوا السلام إذا قالوا العلماء يعني تسمعوا الكلام. فالقائلون بسماع الموتى منهم من قال بسماع الموتى مطلقا يسمعني على وجه الإطلاق، ومنهم من قيد ذلك بقوله. هذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع يعني في الجملة كلام الحي، يعني ماشي بالتفصيل كل شيء، يعني ولا يجب أن يكون السمع أن يكون السمع له دائما، بل قد يسمع في حال دون حال. قالوا هذا السمع إنما هو سمع إدراك، يعني ليس يترتب عليه جزاء. نعم. وهذا ماشي هو السمع المنفي بقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى، يعني الموتى القلب، هذا المقصود بالآية. فإن المقصود السمع القبول والامتثال، هكذا قالوا العلماء، يعني قالوا لك هذيك الآية إنك لا تسمع إنك لا تسمع الموتى، فراه ماشي المعنى ديالها أنه الموتى ما تيسمعوش، هذا قال لك راه ماشي دليل. علاش؟ لأنه ما تيسمعوش هاي استماع ديال الإجابة،
فهما تيسمعوا النبي عليه الصلاه والسلام تيدعوهم للتوحيد ويدعوهم يعني الايمان، ولكن مع ذلك لا يستجيبون. علاش ما تيستجيبوش؟ لانهم فيهم الجحود. اذا انك لا تسمع الموتى، هذه الايه هذه ما تتنفيش انهم راه تيسمعوا. كيفاش نقول لكم دائما بانه النصوص الشرعيه دائما تتبغي واحد الادوات علميه في فهمها. تنستحضروا النصوص ونشوفوا اسباب الورود بالنسبه للحديث، اسباب النزول بالنسبه يعني للقران الى اخره. انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. فهذا اذا قالوا هذا سمع ديال امتثال كما قال العلماء، سمع ديال قبول. نعم، أمنا عائشة رضي الله عنها لأنها كانت تجتهد، رضي الله عنها، فأنكرت ذلك. فإذا إنك لا تسمع الموتى، يعني الكفر لتركهم وتدبر، فهم كالموتى لا حس لهم ولا عقل. وقال بعضهم هذا في من علم أنه لا يؤمن إلى آخره. فإذا نسأل الله سبحانه وتعالى يعني التوفيق. استاذات تمشي هاد السيده بغات تحكي لباها تحكي، يعني ذكرنا دابا الادله وفيها الانسان تيخفف، يعني نفسه وما يبالغ شيء، يعني هو الشكوى تكون لله سبحانه وتعالى. نعم، والحق في هذه المساله مع الجمهور. نعم، وقد انتصر الحافظ ابن كثير رحمه الله لسماع الموتى في تفسيره ربما في سوره الروم، وكذلك الحافظ ابن رجب في كتابه اهوال القبور. نعم، وكذلك صاحبه ربما تكملة أضواء البيان لعام الألوسي وغيره من الأئمة في الآيات البينة. يعني هناك من صنف يعني في هذا، يعني صنف العلماء في هذا يعني المصنفات في هذا الباب هذا. أما مسكين هو كان يقول بأنه ولادي غادي يصلوا عليا، هذا كلام غير صحيح. الله تعالى كلف كل إنسان على حذا، كل واحد يعني كلفه أنه بعبادات وبأوامر، وكلفه كذلك باش يترك يعني النواهي ويترك يعني أمورا هي إما من المكروهات أو من الحرام. هذا اللي نقدر نقوله. الله تعالى يوفق. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.